ايوه هي التاريخ اولا اتحاد منغرس في هذه الجهه واكبر القاده التاريخيين ديالو شبليل حبيب الفرقاني الغيغائي مجموعه ديال المقاومين واعضاء جيش التحرير اللي كانوا في قياده الاتحاد كلهم من هذه المنطقه. بالفعل شهد التنظيم الحزبي في هذه الجهه في فتره معينه واحد التراجع كبير. الان نحن بصدد استعاده المبادره. هذه الاستعاده المبادره كانت لها اثار جيده وايجابيه في بعض الاقاليم مثل اقليم الصويره للاخوان وعلى راسهم الاخ الكاتب الاقليمي الاخ ملان داروا اشتغال جيد ادى الى انهم حصلوا على مكاسب في كل الاستحقاقات التي عرفتها بلادنا في المرحله الاخيره. انما لا زال هناك وهن وضعف كبير رغم التحول التنظيمي المهم. اليوم كاين اجهزه حزبيه في مدينه مراكش، كاين كتابه اقليميه ودار مؤتمر اقليمي، نفس الشيء بالنسبه للحوز وشيشاوه واسفي. فهذا المجهود هو اليوم ما وصلش الى السقف الذي وصل اليه التنظيم في الصويرة. انما احنا عندنا امل ان اراده الاتحاديات والاتحاديين توصلنا ان نفس المستوى اللي ظهرت به اقليم الصويرة واللي اشتغلوا فيه الاتحاديات والاتحاديات اتحاديين بهذا الاقليم يعم كافه الاقاليم ديال الجهه. اولا حنا عندنا لجنه اداريه ستجتمع خلال نهايه الاسبوع يوم السبت، وهذه اللجنه الاداريه مطروح عليها التقييم ديال الانتخابات. هذا التقييم ما جيناش ودرناه، درنا مجالس اقليميه في الاقاليم كامله ودرنا تشخيص كذا ومعروض على اللجنه الاداريه ان تستفيد من هذا التقييم وتحدد شنو هي الاختلالات. كاين اختلالات داخليه ذاتيه، كاين اختلالات موضوعيه يجب ان نتغلب عليها، اما على مستوى اللوجيستيك، اما على مستوى كاريزما ديال بعض القيادات. واليوم المعارك معارك كبرى، لابد الامر عندما كان يتعلق بانتخابات جماعيه يمكن على مستوى ادنى كانت يمكن يكون واحد التساهل واحد المرونه. اليوم فيما يتعلق بانتخابات تشريعيه مفروض بشكل جيد ان التنظيم يدير كل مجهود ليفكر في الشخصيه التي يجب ان تقوده في هذه الاستحقاقات التشريعيه واللي فيها رهان اساسي. الاستحقاقات التشريعيه القادمه هي النتائج هي التي ستحدد موقع الحزب. هل سنكون غدا في الأغلبية أم سنستمر في المعارضة؟ وبالتالي فالرهان رهان استراتيجي على هذه المعركة. ونأمل أن الاتحاديات والاتحاديين خاصة في هذه الجهة يضاعفوا مجهوداتهم ونصلوا إلى نتائج إيجابية كذلك في هذه الجهة.